اهلا بحضرتك. يعني عايزين نعرف في البدايه ايه اخر التطورات، ايه اللي حصل مع نادي النجم الساحلي بخصوص مشكله كوليبالي؟ لا، النجم الساحلي مش طرف معايا في قضيه كوليبالي خالص. صحيح، النجم الساحلي ده احنا بناخد له كل احترام وتقدير، اكيد مفيش علاقه بيني وبينه بالنسبه للحكم اللي صادر على اللاعب. صحيح. بالنسبه لحكم اللاعب، احنا لما هو تقاعس عن تنفيذ الحكم اللي صادر من المحكمه الدوليه الرياضيه، انا لجأت لجنه في فيفا اسمها لجنه النظام والانضباط. دي منوط بيها ان هي تراقب يعني اعضاء اللعبه لو هو كان صادر ضده قرار او حكم وما تنفذش. صحيح. فهي في الحاله دي انت بتلجأ لها وهي بتغلظ العقوبه على اللاعب. فكانت ادته مهله لغايه 24/6 اللي فات عشان ينفذ الحكم، للاسف ما نفذش. اعتقد ان هو بعت يعني اعذار، فالمهم ادوا له اخر ميعاد حضرتك ل2/9 بس، ده اخر مستجدات كوليبالي. سيد بس انما لو النجم الساحلي عايز حضرتك ينفذ له الحكم ويعمل مقاصه ما بين مستحقات اللاعب، تواصلت مع حد من نادي النجم الساحلي، حد من مجلس اداره نادي النجم الساحلي اتكلم مع حضرتك ولا لا؟ لا، انا من النجم الساحلي ما اتكلمش معايا، بس انا حد مسؤول في تونس كلمني عن الرياضه واتكلم معايا في الموضوع ده، وقال لي حضرتك انتوا بتقبلوا ان النجم الساحلي يتدخل؟ فقلت له اهلا وسهلا، مفيش مشكله خالص، يعني اكيد اللاعب ليه مستحقات عند النادي، ولو النادي عايز يعني مصر على هو ايد الولد خلاص وتعاقد معاه عده مواسم، لو عايز يعني يمد ايده على انه ينفذ الحكم ويعمل مقاصه مع مستحقات اللاعب، اهلا وسهلا.